5 والساعة 6 كده للمغرب جالي تليفون من البنك، عايزين حضرتك في البنك. رحت هناك خير، مفيش 3 دقايق ولا 5 دقايق كنت هناك في البنك، قال لي في غلط عندك، تمام، والحساب عندك زاد 300 ألف. اتأكدت فعلا من الحساب، ان الحساب زاد عندي فعلا في رصيدي 300 ألف. فبدون تفكير جبت الاستمارات وتنازلت عن ال 300 ألف، واصلين يعني 150 و150. يعني احنا بنأكد ان في زياده، فالموضوع كان ما فيهوش نقاش، يعني ده حقه لازم يرجع. بس تنازلت عليه، الموضوع ما استغرقش 3 دقائق ولا 5 دقائق في البنك. اول ما تاكدت ان الرصيد عندي زاد فعلا 300 ألف كنت متنزل ساحبهم على طول. بنقول ان الحمد لله نعمه الرضا، وانك تحمد ربنا على كل شيء. ولو في امانه لازم ترجع لصاحبها بدون تردد، حتى لو لقيت امانه في الشارع يا ريت تعرف صاحبها، لان ممكن يكون الفلوس دياتي رايح يشتري بها حاجه، رايح يعمل بها عمليه لابنه، رايح يشتري ذهب لبنته، فما تعرف ما تعرفش ظروف الناس ايه. فانت لقيت امانه دور على صاحبها، وربنا هيكافئك بالخير وربنا هيرزقك ويعوضك بالخير. فالموضوع ده زي ما بقول لحضرتك ما بيبقاش فيه تفكير اساسا، في حساب غلط او في امانه زياده عندك لازم ترجع لاصحابك.